وسؤال الشارع الفلسطيني والمواطن العادي، أين دور الفصائل الفلسطينية، وتساؤل لقوى اليسار تحديدا، أين دوركم في الضغط على طرفي الانقسام للحلحة هذا الملف، وما الذي حمله وفد الشعبية بعد زيارته للقاهرة قبل أسبوعين؟ يعني بداية دعينا وجه التحية للأخ محمد الحوراني والدكتور إسماعيل ولكل أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات. لازلنا ندور في حلقة مفرغة، ولازلنا يعني نعيش ذات الأزمة من قبل الدجاجة ولا البيض، وبالتالي المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني بدفع الثمن وبدفع ضريبة هذا الصراع الدامي على السلطة وعلى النفوذ وعلى المواقع وعلى على كل شيء. وبالتالي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقوى الأخرى صحيح كان لها دور، لكن لا أحد يمكن أن ينكر أن هناك حالة استقطاب حادة في الساحة الفلسطينية. المطلوب كسر حدة هذا الاستقطاب وحالة الاستقطاب بإيجاد تيار ثالث في الساحة الفلسطينية يكون قادر على تأثير في مجرى القرار الوطني الفلسطيني، وإجبار كل من فتح وحماس للاستجابة لمتطلبات المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الطريق والممر الآمن لحل القضايا الوطنية. هل لتبلور هذا التيار الذي يصل إليه؟ هل من تيار ثالث فعلا؟ نعم، هناك تداول يجري في الساحة الفلسطينية لإطلاق نداء وصرخة كبيرة يتبعها فعل وجهد شعبي ووطني من أجل إنجاز المصالحة. نحن ندرك تماما أن الحل لكل هذه الموضوعات والقضايا المصالحة الوطنية. دون المصالحة الوطنية البحث عن حلول تسكينية أو ترقيعية لا يمكن أن يعالج الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني. حتى الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة هذا أمر يعني أيضا ليس وصف للحل. يعني الذهاب صحيح وأمر مهم وضروري أن نذهب للشعب الفلسطيني باعتباره مصدر السلطات، لكن الذهاب في هذه اللحظة دون الاتفاق على رؤية، على برنامج سياسي، على تداول سلمي للسلطة، على ميثاق شرف، على تعزيز ركائز الوحدة الوطنية، بالتأكيد ستكون هذه نتائج الانتخابات يعني وخيمة وخطيرة جدا. ومن يضمن يمكنها إعادة إنتاج نعم إعادة إنتاج الأزمة في الساحة الفلسطينية؟ نحن نقول أننا هناك جهد وطني، هناك جهد أيضا مصري على هذا الصعيد. مطلوب أن تتولد الإرادة الذاتية الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة. دون أن تتولد الإرادة الفلسطينية ستكون كل هذه الجهود المصرية وغير المصرية يعني لن تكون يعني لها نتائج جدية وحقيقية.